نفقة الأولاد أخوتي كانت ضعيفة وضعيفة بزاف، ما يتقبلهاش العقل. 600 درهم، 600 درهم ديالاش لكل طفل، كانت واجبات مدروس ما بهاش. ولكن تخصنا نشوفو بأن ما حد الواحد تيكبر إلا وكتكبر المبالغ وكترتفع، ماشي بحال انا ابتدائي قريتو بألف درهم في الشهر، غادي نقرا من بعد في الكوليج بألف درهم او في الثانوي بألف درهم. او ما حد الواحد تكبر الا والمبالغ كتكبر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، عدنا من جديد والعود احمد. مرحبا بجميع المتتبعين، كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو وانتم باتم الصحه والعافيه. خوتي خواتاتي، اليوم خرجت الأخت سميرة، أنا كان عندي الخبر ولكن ما بغيتش نحرق المفاجأة حتى تخرج الأخت سميرة وتخبركم بنفسها وتقول لكم على المحكمة شنو قررت محكمة الأسرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، حكمت في القضية ديال الأخت سميرة من بعد المجهود الجب بار المجهود الكبير اللي قامت فيه الأخت خديجة الروغاني، الله يجازيها بخير تبارك الله عليها. امرأة ونص، ما عندي ما نقول، تبارك الله عليها، محامية روعة، محامية متمكنة، والله يجازيها بخير. كانت توقف على شغالها بيديها، ما كتخلي حتى شي واحد واخا غير ورقة غتعطيها المحكمة، كتهبط حتى الفاس بيديها وكتوقف على شغالها بيديها، ما كتيق حتى بواحد. الله يجازيها بخير، هادشي اللي دارت مع سميرة الله يجعل ربي يوقف معاها. الوغ كيف ما كنشوفو، كانت الرجوع الى بيت الزوجية فاس وطلاق الشقاق كان في ازرو، وفي نهار واحد جوج ديال المشاكل كانوا في نهار واحد. كيفاش غدير سميرة باش؟ المهم داز نهار 13 او 14 كان الحكم في المداولة اللي داروها فاس على قضية ديال الرجوع لبيت الزوجية، وتحكم على سميرة باش ترجع لبيت الزوجية. واخا قالت لهم الاخت خديجة فيها الطلاق الشقاق اللي كان طلبو في محكمة ازرو، وكان طلبت الاخت خديجة وقالت المحكمة بان كيفاش في نهار واحد غادي يكون الطلاق ديال الرجوع لبيت الزوجية والطلاق في هذا. هادشي ما خداتوش بعين الاعتبار المحكمة. المهم شافوا القضية ديال المداولة اللي كانت، وتحكم على سميرة كيف ما قلت لكم بالرجوع الى بيت الزوجية على انه كان هناك تناقض في حكم الطلاق. الوغ المحكمة حكمات للزوج باش يدير بيت مستقل عن العائلة ديالو، يدير لها بيت بوحدها ما يكونش مع العائلة ديالو، هادي اولا. ثانيا المحكمة ما قبلاتش توقيف النفقة، لان كيف ما كتعرفوا من شهر 1 لـ6 كان قال لهم بانه كيبعث النفقة لولاده وللزوجة ديالو، ولكن هادشي ماشي صحيح. وباش غادي تستدل المحكمة، استدلت باليمين اللي قسمته سميرة. سميرة حلفت باليمين بانها ما توصلتش بهذيك النفقة لهي ولا ولادها باش تقو بها المحكمة، حتى حلفت باليمين. ثانيا قالوا لها من شهر 6 دابا لحد الان راه وقف، دار وقوف النفقة. الوغ المحكمة ما اتفقتش على هاد توقيف النفقة وحكمت عليه بالنفقة لسميرة، كما انها حكمت عليه بواجب التمدرس للاطفال، الاطفال الثلاثة
عمران وإشراق ولينا، أما جوديا فقال لها بأنها غادي يوصلها واجبة الرضاعة ديالها اللي كتكون حتى المدة ديال سنتين، والمدة ديال سنتين كملتها جوديا في شهر 8 من هذا العام هذا. الوغ ما كاينش حتى النفقة ديال الرضاعة جوديا. هنا خوتي كان واحد، انا جاتني صدمه ملي سمعت هاد النفقه ديال الاولاد، فريمون جاتني صدمه. نفقه الاولاد كانت ضعيفه وضعيفه جدا، واخا 600 درهم عباد الله للطفل ديال اش غتقدو، واش الاكل ديالو، واش الشرب ديالو، واش لباسو، واش الى مرض، واش الى مشى للحمام، واش ديال اش هاد 600 درهم. 600 درهم لكل الواحد في الاطفال بثلاثه بهم، اما جوديا حتى توصل لسن التمدرس. بعد شويه انه كاين نفقه ديال التمدرس، كاين حكمات المحكمه بواجبات التمدرس. هذه بعدا واحد الحاجه اللي الحمد لله غادي تنفع سميره، وان شاء الله غادي خرجوا النفقه ديال سميره. النفقه ديال سميره كانت لا باس بها 1500 درهم من دابا، هذه 8 شهور دابا الحمد لله شويه غادي ما بيهش، واخا ان هذا الشيء ماشي هو اللي كنا منتظرين، ولكن الحمد لله كيف ما قالت سميره، قالت لك انا فرحانه بهذا الحكم هذا اللي داروه، لان تعطى لوليداتها واحد الشيء اللي كانوا محرومين منه، اللي كانوا ما عمرهم تعطى لهم هذا الشيء هذا، وهو عنده الحمد لله كل شيء باش يعطي لهذا لوليداتو وباش يسميتو ميسور. عنده ما شاء الله، عنده راكم عارفين عنده كل شيء، عنده المليار المليار كاين. المهم سميره فرحت بهذا سميتو، ولكن الاخت خديجه الروغاني قالت لها لا وابدا، تخصنا نرفضوا نديروا قضيه الاستئناف. الاخت خديجه الروغاني قالت لها هذا الشيء ماشي حنا اللي طلبناه، الحمد لله الاب ميسور وعنده باش ينفق على ولادو اكثر من هذا الشيء، وعنده باش ياخذ لهم بيت، وعنده وعنده وعنده، ما تخصناش نوقفوا على هذا الحكم هذا، تخصنا نديروا الاستئناف. المهم كيف ما قلت لكم، بعدا سميره كانت فرحانه، قالت لهم انا بعدا على الاقل هذا الاب هذا غادي يدفع من جيبو شي حاجه للاولاد ديالو، وانا ما مشاش هاد الجري ديالي وهاد التعب ديالي وهاد الهضر ديالي هكذاك هباء. الحمد لله عطى واحد النتيجه، ولو ان هاد النتيجه ما راضينش بها، ولكن المهم احسن من بلاش. تنقول لاختي سميره هنيئا النضال ديالك من اجل انتزاع الحق عن طريق القانون، استعملتي القانون باش تاخذ حق ولادك، باش غدا بعد غدا وليداتك ملي يقولوا لك ماما هذا، غتقول لهم اوليداتي انا خديت لكم حقكم وبالقانون. ما كانتش باغيه غادي قالوا لها الناس علاش ملي عطاك داكشي في الاول ما قبلتيش ولا هذا، قالت لهم انا ما بغيتش ناخذ داكشي سهل مهل ويقولوا اعطاه ليا هكذاك كصدقه او كمهده، انا بغيت ناخذ حقي بالقانون وبالدليل. المهم اخوتي هذا الشيء اللي وقع في محكمه المداوله اللي كانت محكمه الابتدائيه ديال الاسره في فاس، في المداوله ديال الاخت السميره في القضيه ديالها. احنا غادي نتسناو عود شنو غادي تقول محكمه ازرو قضية الطلاق، قضيتين المتناقضتين، غنتسناو شنو غادي تقول محكمة أزرو في هاد القضية ديال الطلاق.
ونشوفوا هاد الشيء راسه من رجليه. المهم الحمد لله بعد كيف ما يكون حسن من بلاش، هاد الشيء اللي توصلت به سميرة حسن من بلاش. كنقول لكم شكرا على المتابعة والمشاهدة ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. مع الف الف سلام.